راح نبقى احنا ايضا بهذه المشكله. بالتالي من اللجنه اللي شكلت من قبل السيد رئيس الوزراء لمتابعه الكتل المنسحبه او المقاطعه والحديث معها وايضا اقناعها بالعدول عن قراراتها؟ انا اتصور الفتح يعني لاعب اساسي، اتصور يعني الكتل الديمقراطي ككرد يعني تكون من ضمن الكتل المؤثره مع سماحه السيد مقتدى الصدر او مع الجهه المسؤوله عن تيار الصدر او الجهات المتقاطعه والباقي كل الكتل، لان يوم اكو كتل وتقاطع مع تقاطع سياسي مع كتل سائرون، فاعتقد اختار من الكتل المؤثره وهي الفتح كتل المؤثره مع تيار الصدر، لان هي بشكات الحكومه مع فتح عادل عبد المهدي وهي من كان لها تاثير بموافقه على الكاظمي. فاليوم التيار الصدري يعني لاعب اساسي بالعمليه السياسيه، فاقناعه هو تهدئه الوضع السياسي. فيعني الكاظمي اليوم بصراحه صار بين بينين، جابوه حكومه انقاذ انتخابات مبكره وقالوا لا احنا جايبينك وسوينا على القانون، دزينا على القانون وصوتنا على القانون وبعدين الكاظم هسه قلنا لا احنا ما نرضى 6-6 كتل سياسيه، لان انت ما اخذت موافقتنا، سواها 10-10. قلنا لا والله هي 10-10 يعني بدات كتل سياسيه تنسحب، وانا ايد العمليه السياسيه والاصلاح. اي اصلاح هذا؟ اليوم التيار الصدري شريك اساسي بالعمليه السياسيه. التيار الصدري هو كان له الدور الفعال في القانون ودوائر انتخابية ولجانة فعالة لحد يوم ما صوتنا على الموازنة وسبعة عشرة حل البرلمان في حال إجراء انتخابات. اليوم صاحب التيار الصدري إيقاف للعملية السياسية بالعراق. فاليوم الكاظمي ما يمتلك العصا السحرية، اليوم كاظمي حكومة إنقاذية لا يمتلك الكتلة الأكبر ولا يمتلك ولا نائب في مجلس النواب. اليوم الكاظمي يفترى على الكتل السياسية بلكت أن يماشون لحد إنهاء هاي دور الحكومة. ولاحظ يعني هذه اليوم الضعف بالأداء الحكومي، يعني ما عنده كتلة الكاظمي يحتمي بها. حكومة توافقية، حكومة ترضى الكتل السياسية، ولاحظ يسافر لأمريكا لازم يرضى الكتل السياسية، يسوي هو قائد العام هو مسؤول عن أمن العراق لازم يروح على الكتل السياسية، يروح يسوي قمة مع الأردن ومصر لازم يرضى الكتل السياسية. تندار الحكومة بهذه الطريقة؟ وين دورك كحكومة؟ وأنا اليوم أقول أفصل ما بين السلطات، أنا ما جاي أفصل مو ما بين السلطات، ما جاي أفصل أداء الحكومة مع الكتل السياسية، شلون أنا أفصل ما بين السلطات؟ أنا بين أداء الحكومة مع تسلط الكتل السياسية عليها ما أقدر أفصل، شلون أقدر أفصل بين السلطات؟ اليوم الكاظمي الله يساعده. موسى كاظمي اي حكومه بهاي الطريقه ما تقدر توصل العراق. ولاحظ يوم الوضع الاقتصادي سؤالي الازلي إيه؟ ليش يقبلون بهذا الدور؟ اليوم انا ما دور النجاح، اليوم ما لاحظت بالعمليه السياسيه ما دور النجاح، اليوم انا ادور وجودي السياسي والاقتصادي ككتله سياسيه مهيمنه في الوضع العراقي، مو وضع حكومه، وضع العراقي انا مرتاح له، فلوس، اقتصاديات، مناصب، جاه، مجاهة، شو عراق يا شعب؟ شعب نايم، لا خدمات، شو دور النائب؟ دور النائب يشيل المعامل يروح يقضي حوائج الناس؟ وين عمل المؤسسات؟ دور النائب يروح يجيب محولة؟ دور النائب يود تبليغ؟ هذا اللي يصير. ليش؟ لان ضعف المؤسسات، ما عنده مؤسسات. اليوم انا هاي المؤسسة جاية من رحم هذه الكتلة السياسية، نائب موجود ماشي جمهوره. اليوم هاي المؤسسه ما جايه من رحم هاي الكتله السياسيه، اليوم النائب ما له دور. وتلقى النائب ضعيف ما يقدر يزعل هاي الجهه السياسيه او الجهه الحاكمه او الجهه التنفيذيه حتى لا يحاسب ويروح استحقاق جمهور. وين مؤسسات الدوله؟ وين وزارات؟ وين قانون الوزاره؟ وين الوصف الوظيفي بالتعيين؟ انا عندي وصف وظيفي؟ ما عندي وصف وظيفي. صليتي اليوم عندنا مشكلة بهرم الدولة، اليوم عندنا مشكلة بتشكيل مؤسسات الدولة، مو عندي اليوم أنا مشكلتي بانتخابات وبرلمان، البرلمان لا يختلف عن البرلمانات السابقة. حكومة المالكي أقوى من حكومة العبادي، حكومة العبادي أقوى من حكومة عادل عبد المهدي، حكومة عادل عبد المهدي أقوى من حكومة الكاظمي. لأن شاهد أكو كتل سياسية متبنية الحكومة وأكو كتل سياسية معارضة. وكانت تدافع عن الصح وعن الخطا والمقابل كان يتكلم. اليوم هذه مو موجوده. اليوم الكل تتكلم عن الاصلاح والكل تتكلم عن الحكومه والكل تتكلم على الاداء، ولكن انما الكاظمي هو راح قعد بدار الضيافه وهو جاب حكومته.
والله حتى مدير القسم فرض على الكاظمي. حتى مدير القسم فرض على الكاظمي، فرض على عادل عبد المهدي، وفرض على كل حكم كثير. واليوم قيام مجالس المحافظات، وهذا خرق دستوري قاتل. مفتشين بالوزارات قعدناهم وموتنا الدور الرقابي، والله فساد. وخلينا الوزير على ديوان الرقابة المالية وعلى النزاهة، وتلقى مئات 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 الشكاوى بالنزاهة لحد الآن ما لها دور. تروح على النزاهة تلقاها عتها نقص 70% موظفينها، تروح على ديوان الرقابة المالية تلقى 90% نقص عند موظفينها. ليش لعد لغيتوا مكاتب المفتشين؟ وين لغيناه؟ لو هذا فرض الكتل السياسية انفرض؟ طبعا. ليش؟ طبعا اليوم 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 اكو كتل مؤثرة سياسيا. أني بالترشيح مالتي تكلمت مع أحد السياسيين، قلت له نائب ما أحتاج أن أكون نائب اليوم، أنا أحتاج اليوم ككتلة سياسية فاعلة. اليوم النائب ما له دور بقدر ما اليوم الكتلة السياسية تحمل برنامج هي الفاعلة بالتغيير السياسي.